الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنشرح درس المد بالواو. عرفنا إن حروف المد ثلاثة، الألف والياء والواو، شاطرين. أو الألف والواو والياء، قلنا إن دي حركات طويلة. طب والحركات القصيرة؟ الكسرة والفتحة والضمة. برافو. قلنا الفتحة لما كانت عايزة تبقى حركتها طويلة راحت لمين؟ للألف. برافو عليكم. طب الكسرة لما قالت إن عايزة حركتي أنا كمان تكون طويلة، قالت هروح لمين؟ للياء. برافو. طيب الضمة لما تخلي حركتها طويلة، يا ترى هتروح لمين؟ مين يقول لي؟ للواو. شاطرين يا سنة أولى. مين ينطق معايا الكلمة دي؟ في شاطرين. فيها مد بالإيه؟ بالياء. في كسرة الأول وبعدين فيه الياء. الحرف الأول ممدود والتاني المد. بعد كده قالا، فيها مد بالإيه؟ بالألف. برافو عليكو. الفتحة بقت حركتها الحركة بتاعتها طويلة علشان بعدها ألف. بعدها زيها مين؟ فازا. شاطرين. في مدينة الحروف حلوين، كانت بتعيش عائلة الحركات القصيرة اللي هي الفتحة الضمة الكسرة، وعائلة الحركات الطويلة اللي هي المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء. عائلة الحركات القصيرة كانت بتعيش في هدوء وسلام. وفي يوم من الأيام قالت الضمة: لماذا صوتي أنا دائما قصير؟ أريد أن يكون صوتي أقوى، فماذا أفعل؟ وجلست تفكر وتفكر إلى أن توصلت لفكرة جيدة، وهي أن تذهب إلى أبناء عمها عائلة فهم معروفون بأن أصواتهم قوية وطويلة، ومن الممكن أن يساعدها أحدهم. فذهبت إليهم وحكت لهم قصتها، وهنا قال المد بالواو: أنا أستطيع أن أساعدك يا ضمة، وأجعل صوتك طويلا وقويا مثلي، لأن صوتينا متشابهان، ولكن عندي شروط. قالت الضمة: وما هذه الشروط؟ فقال المد بالواو: سأكون دائما معك في أي كلمة تريدين أن يكون صوتك فيها طويلا وقويا، فأكون أنا المد، والحرف الذي تقفين عليه هو الممدود. فقالت الضمة: أوافق، هل شروط أخرى؟ قال: نعم، فأنا لا أكون أول الكلمة أبدا، ولا يكون علي أي حركة أخرى. قالت الضمة: أوافق على كل شروطك، وشكرا لك يا مد الواو لأنك ستساعدني. وبعد ما حكينا حلوين قصة المد بالواو مع الحركات الطويلة، دلوقتي هنعرف يعني ايه المد بالواو. هي واو بتنكسر. ليه بنقول عليها واو بتنكسر؟ علشان بتيجي في أول وبعد ما قلنا مع بعض يا حلوين قصة المد بالواو، دلوقتي هنعرف يعني ايه مد بالواو. واو بتنكسف تقف في اول الكلمة، قلنا عليها بتنكسف عشان هي ما بتجيش في اول الكلام، بس بتيجي فين؟ في نص الكلمة وفي اخرها، بس ما عندهاش اي تشكيل. الحرف اللي بيقف قبلها او اللي بيجي قبلها بنسميه الحرف الممدود، وهو دايما عليه ضمة. يعني واو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة قبلها حرف عليه ضمة. طيب نجيب مثال كلمة ايه؟ خيول. واو في وسط الكلمة قبلها ياء عليها ضمة. وبعد كده خروف. واو في وسط الكلمة قبلها حرف عليه ضمة. طب وبعد كده نجوم، زيها بالظبط، واو في وسط الكلمة قبلها حرف عليه ضمة. طيب ليمون، واو في وسط الكلمة قبلها حرف مضموم. طيب زهور،
واو في وسط الكلمة قبلها حرف مضموم، غيوم، واو في وسط الكلمة وقبلها حرف مضموم. وبكده يا شباب نكون خلصنا درس المد بالواو. بالتوفيق إن شاء الله.